سلام، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل مع بعض سمك مقلي. ده سمك بلطي، طبعا متنضف. هنتبله بحاجات سهلة جدا وموجودة عندنا كلنا ان شاء الله. توم، اول حاجة ده توم، انا حطها في الفريزر. شوية شطة وكمون وملح وفلفل اسود وشوية زيت. عملت الخلطة اهي، ان انا خلطت كل المكونات اللي قلنا عليها مع بعض. هحط عليهم شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هحشي بيهم القلب بتاع السمك وعند الخياشيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بجيب السمكة كده بحشي كده جوه قلبها كلها، وكمان احط كده من بره. بعد كده هحط عليهم دقيق وهحمرهم في الزيت. احط كده كل السمكات كده من جوه. سهلة جدا، ممكن تعملوها مشوي لو حبيتوا، بس انا قلت تغيير لان كتير ما دقناش المقلي ده، او قلت اوريكم بالمرة الطريقة. ممكن لو السمك كبير بتقسموه نصين. انا مش عايزة اقسم اعمل حزوز هنا فيه عشان ما يفتحش في النار، فكده احسن يعني. اوكي، هنحضر الدقيق وارجع لكم تاني. حطيت هنا شوية دقيق في الكيس، هحط عليهم برضو نفس التوابل اللي احنا حطيناها، فلفل وكمون وملح. ممكن احط توم بودرة وشوية كمون. بسم الله. وشوية توم بودرة، هزود شوية كمون كمان. كمون احلى حاجة في السمك، التوم والكمون هما اللي بيدوا الطعم. هحط برضو شوية ملح، مش كتير كده. هقلب كله مع بعض، وهحط الزيت هنا في النار. هولع الزيت على النار هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الدقيق هنا في الكيس، وبعد كده هبتدي اتبل بيه السمك. باخد السمكه كده بحطها في الكيس وبقفل عليها، وبخليه السمك يجي على كل الجوانب، واشتك كده عشان يلزق فيها كده. وبعدين انفضها كده من كل دي الزيادة، واطلعها كده. هعمل واحدة تانية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، واقلبها كده. في نفس الوقت انا حاطة الزيت اهو على النار عشان احط السمك على طول على كل الجوانب كده، واتك كده بايدي عشان يلزق. وبعدين اطلعها وانفضها كده، كل الدقيق الزيادة بيروح اهو. ودي اخر واحدة. خلاص كده الحمد لله. هنبتدي ان احنا نقليهم. هبتدي احط السمك على النار اهو، الزيت سخن برضو، منفض لو في دقيق زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحطهم عكس بعض عشان المقلاية تاخد على قد ما تقدر، ممكن تاخد تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحشوة وقعت، دخنها واسيبها لغاية لما تحمر من على جنب، وبعدين اقلبها على الجنب التاني. طبعا انا سايبة السمك اهو هنا على نار هادية عشان يستوي، عشان هو ما شاء الله يعني مش صغير. فبعد ما بصي لسه ما حتى ما اتحمرش، لما ياخد لون على جنب هقلبه بقى ان شاء الله على الجنب التاني. في الناحية التانية هنا عندي الرز الصيادية، انا عاملاه هنا لسه مستويش شوية كده، واطفي عليه وان شاء الله نشوفه في الاخر. هنبتدي نطلع السمك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اخد لون حلو ازاي؟ دي لسه شوية. هنحط
ندخل معاها هنا على الورق عشان تنشف. اكلتنا بقى النهارده سمك بلطي مقلي ورز صياديه وبنجان والسلطه. ايه رايكم؟ اكله اسكندراني اصيله. يلا بالهنا والشفاء على قلبنا وقلبكم، وقوموا تشجعوا يلا واعملوا اكلات حلوه كده، وقولوا لي رايكم في الاكله دي اذا عملتوها، ونشوفكم على خير في وصفه جديده. ما تنسوش تدخلوا على قناتي الجديده بتاعت الارت اند كرافت، هحط لكم اللينك بتاعها في اخر الفيديو في الديسكريبشن في الديسكريبشن بوكس تشوفوها وتقولوا لي رايكم فيها. نشوفكم على خير، سلام.